هي صار له اخذ رقمي 10 ايام ولهلا ما اتصل. طيب بركي خجلان. انت ما اخذتي رقمه؟ طبعا اخذت رقمه بس انا مستحيل دق له. لا ما بدي اقله هيك، منلاقي شي حجه. حجه شو؟ هو يلي طلب ياخذ رقمي، مو انا طلبت اخذ رقمه. طيب خلص رؤي، ممكن هو عم يستنى الفرصه المناسبه. معقول يكون عشقان؟ لا ما بظن، يعني هو شخص بيخلص شغله بيرجع البيت لحاله، مو انت هيك بتقولي لي؟ او بلكي يلي حاببها معه بالمدرسه او بالمعهد. والله ممكن. صفاء انت حبيبتي؟ حبيته من أول مرة شفته على درج البناية. صباح الخير. أهلين، صباح النور. أنا فيصل جارك الجديد. أهلا وسهلا تشرف. وأنا صفاء جارتكم بالطابق الثالث. أهلا وسهلا. تفضلي. شكرا. ما بعرف، انتابني إحساس كتير غريب، أول مرة بحس فيه. حتى دقات قلبي تغيرت بدون ما أحس، هيك صار محور حياتي. يا ستي فعلاً هو صار محور حياتك، لأنه أنا وياكي منا سيرة غيره. لك حتى أخواتك ما عاد جبتي سيرته. عن جد عم تحكي؟ إيه عن جد. لك أنتي ما عاد سمعتيني، بس أنا عم بسمعك. لا لو معقول أنا ما عم بسمعك؟ صفاء ما عم تتركي مجال لحدا يحكي؟ شو قصدك؟ أنا قرارة؟ هيك شي. الله يسامحك. هي خرسنا، تفضلي احكي شو عندك؟ لا خلص ما عاد بدي احكي، أساسا أنا رايحة. ايه تعي لهون بالغلاظة، يلا احكي لي شو صاير معك؟ لقيتها. شو هي؟ الحجة اللي رح تخليه يحكي معك إذا كان فعلا معجب فيكي. ايه انطقي هالجوهرة، يلا تعي.